سايبنا من بعد غياب الجوع برد الأحباب. بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة الجنوبية، زارت مجموعة سياحية قادمة من لبنان محافظة السويداء، وجالت في عدد من المعالم والأوابد الأثرية والدينية والتاريخية فيها. الزيارة ما فيها رمز، فيها واقع، يعني الواقع أنه الحمد لله المنطقة بدأت تعود إلى وضع الطبيعي وإلى أمن الطبيعي وإلى حياتها الطبيعية. طبعا أهمية الزيارة هي تبشر بعودة قدوم المجموعات السياحية من الدول العربية لزيارة سوريا والمنطقة الجنوبية وللاستمتاع بما تحويه من كنوز أثرية. شملت جولة المجموعة مطرانية بصرة وحوران وجبل العرب للرومي الأرثوذكس وكنيسة القديس جاورجليوس والمتحف الوطني في مدينة السويداء وبعض المواقع الأثرية في بلدة قنوات ومدينة شهبة. راح نطرني من زمان كتير أنه نرجع للجنوب، جنوب سوريا الحبيب بمناطقه الأثرية والروحية والزم، يعني منطقة رائعة جدا. فيوم أتيح لنا أنه نحقق حلم نطرني فترة كتير طويلة. نحن انطلقنا من بيروت باتجاه بصرة، من بصرة جينا على محافظة السويداء، ونحن هلأ موجودين بأثار قنوات. وللصراحة من وقت ما تم الإعلان عن هالرحلة ووافقنا ونحن عدد كبير جايين، تفاجأنا بكمية السلام والأمان. تأتي أهمية هذه الزيارة في تشجيع السياحة وإظهار الواقع الحقيقي للحالة الأمنية الجيدة التي تعيشها المنطقة الجنوبية. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.